شكر كبير الله سبحانه وتعالى طاقم كامل من الدكتور التازي حتى الاطباء الممرضين كل شيء هذاك الوقفه اللي وقفوا معنا لو سيرفيس ديال نادير سمعتيني كل الناس وكل الناس والناس يبقاو في ديورهم ويلتزموا كما شاهدتم الخروج ديال 4 ديال الحالات اللي تشافوا من وباء أو من مرض ديال كورونا لإثبات ديال الشفاء ديالهم ولما كناخدو 2 ديال العينات اللي كيبرهنوا بلي أن ما بقاش هذيك الجرثومة ديال فيروس كورونا ولا كوفيد 19 هاد الفحوصات كتصهر عليهم وزارة الصحة هي اللي كتخبرنا بلي أن هاد الناس تشافوا ويمكن يرجعوا للعائلات ديالهم. كما شفتوا بعد قليل ان كاين واحد رجل مع البنت ديالو، المعنى ان العائله كلها كانت تقاست، باقيه السيده ديالو باقيه عندنا، وكنتسناو حتى السيده تشافى باش تخرج باذن الله. حنا الرجاء ديالنا هو الحالات كلهم اللي مروا بالمصحه انوال يخرجوا بإذن الله مشافين معافين بإذن الله، كما كنترجوا أنهم يخرجوا مشافين معافين في كل المراكز لا من العسكرية أو المدنية أو الخاصة يخرجوا سلامات. وكنظن بلي أن تبرهن بلي كاين الكفاءة والوسائل والأطباء اللي يمكن لهم يواجهوا هذا الوباء، ونتمنى الله أننا غادي نتفوقوا عليه إلا بقينا اليد في اليد وراء جلالة الملك. الإحساس ديالي هو افتخار وفرحة لا تتصور، لأن حاولنا حنا كإنسان يعني شخص يعطي واحد المبادرة وطنية اللي حاول يساهم فيها باش يعاون شوية بلاده، باش يشوف واحد الإنسان اللي كان مريض بواحد الفيروس خطير وخرج مشافي معافي. الحمد لله هذه فرحة لا تتصور، اللسان ما يقدرش يعبر عليها، فرحة نفسية داخلية وفرحة لأن درنا واحد العمل إنساني وعمل وطني اللي تزيد نكرر. الحمد لله كيف ما تشوفوا معنا اليوم on a déclaré que 4 malades et sont guéris تشافوا الحمد لله بعد ثاني نتيجه ديال التحاليل اللي خرجت سلبيه هادشي فريمون تيفرح بعد ما كملوا لو بروتوكول ثيرابوتيك ديالهم اللي حطاه وزاره الصحه بيان سور تجاوبوا مزيان مع 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 لو تريتمون وحنا راه فرحانين اليوم باش نشوفوهم خارجين وغيرجعوا عند لا فامي ديالهم وكلشي مزيان عندنا بنيته صغيره والاب ديالها حتى هما تشافوا اليوم مع مع لو جروب اللي خرج الحمد لله صافي فخوا وكو فريمون ما نقدروش نعبروا على شي حاجه اكثر من هذا الشيء عندك الشباب لو ميساج اللي نقولوا للناس ك الطاقم الطبي لا من وزاره الصحه لا من لي كلينيك لا من الطب العسكري كلشي قايم بالواجب ديالو و فريمون دايرين اكثر من الطاقه ديالنا حاولوا حتى نتوما تعاونونا وتساندونا بانكم تبقاو في الدار وهادشي كامل في مصلحتنا كاملين باش ندوزوا هادشي ويكون فهمتيني كلشي بخير وعلى خير الميساج اللي كنوصل لخوتي المغاربه زيدوا صبروا معنا شي شويه راه ان شاء الله هذا الشيء غادي يتحل ما بقى قد ما فات راه اكيد الا درنا يد في اليد وساهمنا اكيد غنحاربوا هذا الفيروس واكيد غادي نعاونوا حتى حنا بلادنا باش تقوم بواحد المجهود جبار يوم جديد الدنيا جنة هنا نحيا